ديالكمش. انا مثلا يمكن نقولوا لابدانيسونس ديالكم تاريخ الميلاد ديالكم قول كل شيء الا ديك السنه 1900 10 شهر واش من يوم 22 شهر 1 22 شهر 1 انا 22 شهر 1 بلس 7 دقائق اش من ساعه عندكم توقيت هو كان نهار السبت على ما كتقولي ماما في الصباح يعني الفجر تقريبا. صفاء وهناء من مواليد 22 يناير 1988 بمدينة الدار البيضاء حاصلين على الماجستير. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي دائما غادي نهضروا فيه على امي فاطمه. وفي هذا الفيديو هذا عندي دليل قاطع بان التوام هما صفاء وهناء هما البنات اللي كتقلب عليهم، والشك ديالها ان شاء الله غادي يولي يقين بحول الله الا وقفنا معها كاملين وساعدناها. عندي واحد المعلومات اللي هي اكيده كتبين التاريخ ديال الزديات ديالهم اللي تم البوح به في احدى البرامج التلفزيونيه. ديجا انا قلت لكم بانه مشكوك فيه والله اعلم. لحقاش بزاف ديال التعاليق تيقولوا بان هما بنات 84 وقراو معاهم صفاء وهناء، فما يمكنش ان بنات 88 يقراو مع بنات 84، مع العلم ان البنات الاخرين كما قلت لكم من قبل ما معاودينش السنه نهائيا، يعني كل عام تينجحوا. فالدليل القاطع هو ان كما ماشي انا بصراحه اللي بحثت عليه، فقناة حلل وناقش بلا كذوب بلا نفاق هي اللي دارت هذا البحث هذا، وكنشكرها من هذا المنبر هذا شكر خاص لها. بحثت لقات في بان يناير ديال 1988 22 يناير 1988 جات بالجمعه ماشي بالسبت، وهما كما سمعتوا صرحوا بان ماماهم قالت لهم تزاديتو نهار السبت في الصباح، في حين ان ملي غادي نمشيو ل 1983 يناير 22 يناير 1983 غادي نلقاو بان اليوم هو السبت، يعني النهار اللي تزادوا فيه هو نهار السبت. فهذا دليل قاطع تبين بان التاريخ اللي يعني تيروج في يعني في الاعلام هو تاريخ غير حقيقي، وهما دائما كيتحفظوا ما كيبغيوش يذكروا السنه بالضبط فاش تزادوا كما سمعتوا من قبل في البرنامج. وكذلك كاين واحد دليل اخر هما انهم لما شاركوا في استوديو 5 التلفزي مع المرحوم عزيز الشهال كان سنهم 12 سنه، وهذا السن ذكروه في واحد البرنامج، واستوديو 5 دازوا فيه سنه 1995. ولا حسبنا غادي نلقاو ان السن ديالهم الان هو 37 سنه. ونزيدكم كذلك ان في اكس فاكتور ذكر واحد من اللجنه ان سنهم 24 سنه، وهذا البرنامج دازت عليه دابا 13 عام، يعني ان سنهم الحقيقي هو 37 سنه. فاخوتي هاد الحقائق هي حقائق يعني مدروسه واكيده، وكتبين بان السن الحقيقي اللي صفاء وهناء هو 37 سنة ماشي 32 أو 33 سنة. فالسنة اللي هما ديما كيتحفظوا عليها وما كيبغيوش يذكروها واللي ذكرتها آمال صقر في إحدى البرامج هي سنة 88، هي سنة مشكوك فيها ويعني باينة بأنها مغلوطة. فكنتمناو أن الحق يبان أمي فاطمة توصل الحقيقة ان شاء الله بالمساعدة ديالنا، المساعدة ديال جميع القنوات اللي كيعاونوها، مع العلم ان كاين بعض القنوات اللي يحاولوا انهم يضلوا المواطنين ويشكوهم في الامر. فاحنا ديما غادي نبقاو معها حتى الاخير حتى يبان الحق ديالها. كنتمنى اخوتي ان هذه المعلومات تنال الاعجاب ديالكم، وكثروا لي لايك والبارطاج
وكنتمنى لكم مشاهده طيبه، وما تنساوش تشاركوا في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش. وشكرا لكم وبسلام عليكم.